صل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه. نشكر كل من ساهم وأعان ونسق ورتب لإقامة هذا الملتقى. الله جل وعلا ندعوه أن يجزي لهم المثوبة. والحقيقة عندي ورقة ما مطولة وليس عندي عرض فيديو، والحضور الكريم يعذرون في هذا الباب لأن هي أصلا ورقة فقهية محضة. وكثير مما تقدم له الأطباء الفضلاء حقيقة فيه خير كثير وعلم غزير وفيه ملاحظات، لكن أنا سأبدأ بالورقة. نقل الأعضاء هو الموت الدماغي وعجزة الإنعاش، أشياء مرتبة بعضها على بعض. وبالنسبة لنقل الأعضاء أنا شايف دكتور طارق أعتبر أن المسألة منتهية فيها تماما وما فيها أي جدل. والحقيقة الحساسية اللي أنا لاحظتها عدة مرات في لقاءات، في شوية حساسية تظهر في الكلام بين الأطباء والفقهاء من جهة وبين الأطباء والقانونيين من جهة. وأنا أؤكد أن هذا العمل لا يتم إلا بتكافؤ الثلاثة، فأي واحد يحاول إلغاء دور الآخر سيأتي حكمه ناقصا. نقل الأعضاء أو زرعها أو غرسها عبارات متنوعة له أحوال سأسردها بسرعة لأن أغلب انحسم وانتهى الكلام فيه. الحالة الأولى الغرس من الجماد كالقطع الصناعية، وده أمر استقر بضوابطه الفقهية والطبية. الحالة الثانية الغرس من الحيوان وهو على نوعين، حيوان مذكى وهذا حكمه الجواز ولو لغير ضرورة بضوابط فقهية وطبية معروفة. حيوان ميت والميت إما أن يكون هو مما يؤكل لكن لم يذكى، وإما أن يكون أصلا مما لا تعمل فيه الذكاء حتى لو ذكيناه يعتبر شرعا ميت، وهذا طبعا حكمه المنع ولا يجوز إلا لضرورة بضوابط فقهية وطبية وهذا معلوم. الحالة الثالثة الغرس من الإنسان، والغرس من الإنسان على قسمين. القسم الأول الغرس الذاتي أن يؤخذ منه وفيه، وهذه استقر الحكم فيها أيضا فقهيا بالجواز وفق ضوابط فقهية وطبية. القسم الثاني الغرس من الغير وهو أنواع. النوع الأول الغرس عن الحي، أو نبدأ بالغرس من الميت، والمقصود هنا الميت تماما أي الموت الذي ليس فيه نزاع، وهذا على الراجح جوازه بضوابط. طبعا ما يقبل الغرس، أن الأطباء بيّنوا أن في أعضاء إذا مات الموت الحقيقي لا تقبل بعد ذلك، لكن ما يقبل كالقرنية أو الجلد أو ما شابه ذلك، إذا مات الإنسان الموت الطبيعي يجوز النقل. هذا ما استقرت عليه فتوى المعاصرين بضوابط أيضا طبية وفقهية، ومنها أن لا يستهلك الإنسان. يعني أنا نخشى يوم يجي يوم من الأيام أن لا ندفن أحد كما أشار الدكتور، ما مش نحرقه لكن كله نزرعه يعني، فلا يمكن نصل إلى هذه المرحلة في الناحية الفقهية، نشيل كل جزء من الإنسان ولا يبقى شيء يصلى عليه ويدفن. النوع الثاني الغرس من الحي، وهذا له صور، ونتكلم هنا أيضا عن الحي الذي ليس هو ميت ولا ميت دماغيا حتى يتنازع فيه الناس. نقل الدم وقد استقر الحكم فيه بالجواز، والدكتور كوني يقول هل في واحد بيستفتي؟ صراحة هذا مما لا يقبل، لأنه الذي لا يستفتي واحد من اثنين، إما لأنه يعلم أن أهل الفقه استقر قولهم بجواز نقل الدم وما في حرج في هذا، وإما أنه لا يهمه أنه مشروع أو غير مشروع وهذا لا حجة فيه، فالدم استقر أمره على جواز نقله وانتهى الخلاف فيه عند الفقهاء. الصورة الثانية نقل عضو يؤدي نقله إلى وفاة المقتول أم إلى وفاة المنقول عنه قطعا، وهذا بالإجماع بين الأطباء والفقهاء والقانونيين هو محرم، كأن ينقل قلب إنسان حي أو الكبد كله أو الكليتان معا، لأنه سيموت وهذا لا يقره شرع ولا طب ولا قانون. الصورة الثالثة نقل ما ضرره يسير
على المنقول منه، وبالنسبة للمنقول له ليس هو من الضروريات، وإنما هو في الحاجيات والكماليات، وهذا الصواب أنه لا ينقل، لأن مساس كرامة الحي في أمر ليس ضروري هذه غير مقبولة. الصورة الرابعة نقل ما ضرره كبير لكنه لا يؤدي إلى الوفاة، على الأقل في الحال لا يؤدي إلى الوفاة، كنقل جزء من الكبد أو نقل إحدى الكليتين، وهذه فيها قولان مشهوران للفقهاء المعاصرين. والحقيقة من الأدب مراعاة الخلاف العلمي. نعم للإنسان أن يرجح ما رآه هو الحق، لكن ليس له حق أن يلغي أقوال الآخرين، بل يشير إليها ويعتبر أنها أقوال، لكن الصواب والحق عنده هو كذا، وهو الذي يبينه للناس. فهذه الحالة الرابعة التي هي النقل من الحي ما ضرره كبير كنقل الكلية، واحدة من الكليتين، أو أخف شيئا كنقل شيء من الكبد، هذه فيها خلاف لا زال بين الفقهاء لم يحسم. منهم من أفتى بالجواز وعليه العمل في أغلب مستشفيات العالم الإسلامي، ومنهم من يمنع له إلى هذه اللحظة. والقائلون بالمنع يذكرون بعض الأساسيات والقواعد، أنا أرى أن الإنسان لا ينبغي أن يهملها. فكما أن الإنسان يبذل وسعه وجهده في إيصال النفع للناس وإنقاذ حياة الناس، كذلك هو مطالب بأن يبذل وسعه في الحفاظ على حياة الذين حياتهم مضمونة ومستقرة، وأن لا يتعاطى شيئا يؤدي إلى هلاكهم. نحن فقط لا ننظر إلى المرضى، ولا بد أن نلاحظ أمر آخر، وهو أن في النهاية إذا الطبيب بذل وسعه وليس مكلف بأن يحيي الموتى كما قال الدكتور، وإنما يبذل وسعه في حدود الشرعية، وليس له أن يتجاوز حتى الشرعية ولو كان يظن أن ذلك فيه إنقاذ. طيب، يستشهد هؤلاء بأمور. الأول يقولون أن الأعضاء الآدمية ليست ملكا لصاحبها، ودي مسألة شرعية، فالأطباء لا يمكن لهم أن يلغوا هذه المسألة. الأعضاء الآدمية الإنسانية لا يملكها الإنسان، ولو كان ابن آدم يملك نفسه ملكية التصرف لجاز له أن يقطع يده فيرميها، ولما كان قتله لنفسه جريمة يعاقب فيها في النار كما ثبت في النصوص، وفي حديث جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه كان معه أحد أصحابه الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه مرض، أصابه مرض وتضايق فقطع أصابعه فشخبت فمات. ذاك الوقت ما في الطب اللي تكلم عنه دكتور طارق اللي بيلحق الناس، مات. فرؤي في المنام وهو في حالة طيبة لكن يده مربوطة، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما بال يدك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدته. فهذا عوقب على عمل في نفسه، لأنه بدليل أنه لا يملك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ليديه فاغفر. الشاهد أن الإنسان لا يملك الأعضاء لكنه يملك الانتفاع بها ووفق الشريعة، فهو لا ينتفع بها في الحرام، ولذلك الذي يسخر أعضاءه في الحرام هو ملام ومذموم ومعاقب في الدنيا وفي الآخرة، والذي يبذل أعضاءه في الخير والمشروع هذا قد انتفع بهذه الأعضاء انتفاع شرعي وهو مأذون فيه شرعا، وكذلك هو يملك الحماية والدفاع عن هذه الأعضاء. ولذلك مسألة الإذن الآن بتطبع بطاقات زي ما أشارت واحدة من الأخوات الطبيبات، أو توصية تكتب أو يوافق أهله، في الحقيقة هذه ليست هبة ولا بيع، لأنه لا يملك الأعضاء حتى يبيعها أو يهبها، ولا يملك أهله الأعضاء حتى يبيعوها أو يهبوها، ولكنه يملك حق الحماية والدفاع، فيتنازل عن هذا الحق ويترك الحكم بعد كده للقانون الموجود وللحكم الشرعي. فإذا الحكم الشرعي ثبت أو أثبت الإذن فإنه يعمل به، ويكون مسألة الحق بتاع الحماية تنازل عنه صاحبه. أيضا مما يستشهد به أن
الأصل حرمة الإنسان وعصمته، هذا أصل عظيم. الإنسان إذا أراد أن يفرع أي تفريع لا بد أن يراعيه، الأصل حرمة المؤمن والمسلم وعصمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام. نحن كوننا نأخذ منه عضو نحن عارضنا هذا الأصل، ولذلك لابد لك أن توازن بين هذا الأصل الذي عارضته وبين الضرورة التي أنت تريد أن تنقل منها. كذلك من قواعد الشريعة عند تعارض المصلحتين وتعارض المفسدتين وتعارض المصلحة مع المفسدة في ضوابط وفي قواعد. في تعارض المصلحتين نضحي بالمصلحة الدنيا لنثبت العليا، في تعارض المفسدتين نرتكب المفسدة الدنيا لنسلم من المفسدة العليا، في تعارض المصلحة مع المفسدة فإننا ندرأ المفسدة إذا كانت المصلحة راجحة ونحافظ عليها. فلا بد من مراعاة أيضا هذه القواعد. كذلك أهل العلم اتفقوا، هذا من الفقه القديم، اتفقوا على أن من صار في مخمصة أو مجاعة ووصل الحالة التي أباحت له الشريعة أن يأكل الميتة ويشرب الدم، أنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يقطع عضو معصوم فيأكله فيدفع به ضرورته، وهذا محل اتفاق في السابق، ويمكن لبعض المعاصرين أن يخرج عليه القول بالمنع. طيب، النوع الثالث الغرس من ميت الدماغ. النوع الثالث من أنواع الغرس أو الزرع أو النقل، الأخذ من ميت الدماغ. حقيقة كثير ما أكثر ما ذكره الإخوة الأطباء المتقدمون مشكورون هو كما أشار سعادة الوزير، يشير إلى مسألة خلينا نقنع الناس أن هذا موت، نرتب عليه نزع الجهاز، لكن ممكن في ذات الوقت نقنعهم بأنه موت وبأننا سننزع الأجهزة وبأننا قبل نزعها نعتبر فيه شيء من الحياة فنأخذ العضاء. هذا الكلام لا يأتي دفعة واحدة، ثم فيه إشكالات شرعية، ولذلك أنا أقول هذا القسم حقيقة فيه إشكال كبير جدا. أول شيء فيه مسائل، المسألة الأولى حكم إخضاع المريض لأجهزة الإنعاش، يعني يتعلق بالأخذ، أخذ الأعضاء أو نقل الأعضاء من ميت الدماغ، في مسائل في الحتة دي. المسألة الأولى حكم إخضاع المريض لأجهزة الإنعاش، يعني هل كل مريض نخضع لأجهزة الإنعاش مع وجود النقص الكبير والكلفة الكبيرة وهذه الأشياء؟ هنا سأنقل جواب للجنة الإفتاء السعودية جوابا عن حكم إخضاع المريض لأجهزة الإنعاش. هذا نصه: أولا، إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفى الوفاة العادية فلا حاجة لاستعمال أجهزة الإنعاش، وهذا أمر مسلم. ثانيا، إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلا حاجة أيضا لاستعمال أجهزة الإنعاش. ثالثا، إذا كان مرض المريض مستعصيا غير قابل للعلاج وأن الموت محقق فيه بشهادة ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلا حاجة أيضا لاستعمال أجهزة الإنعاش. رابعا، إذا كان المريض في حالة عجز أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة أو قد يقال متأخرة حسب الاصطلاح الأطباء، أو مرض القلب والرئتين المزمن مع تكرار توقف القلب والرئتين وقرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات ذلك فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش. خامسا، إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستحسن على العلاج بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش. وسادسا، إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجدي وغير ملائم لوضع معين حسب رأي الأطباء الثقات الثلاثة فلا حاجة لاستعمال آلات الإنعاش، ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها لكون ذلك ليس من اختصاصهم، والله أعلم. خلاصة الفتوى: ترك استخدام الإنعاش حيث لا جدوى، واعتبار رأي الثقات من الأطباء في ذلك. أقول وفي هذا أو في هذه الفتوى مخرج من مضايق رفع أجهزة الإنعاش. ف
فلا توضع ابتداء حيث لا جدوى، وليس في هذا حرج، بل هو عمل بمقتضى ما تقرر عند الفقهاء السابقين في حكم التداوي من ترك العلاج في الحالات التي هي ميؤوس من العلاج فيها. وهذه المسألة أظن دكتور طارق لو تبناها أجدى من غيرها، وهي أن يصل إلى فتوى شرعية، وهذه فتوى شرعية لكن تقبل في البلد أم لا هذا أمر آخر، ويعززها رأي قانوني أن الحالات التي يقرر الأطباء الثقات العدول أنها غير قابلة للإنعاش، أنها أصلا لا تخضع للإنعاش، حتى لا تبقى في مشكلة نفصل الأجهزة أو لا نفصل، وهذا أظن فيه مخرج يعني جيد. المسألة الثانية حالات المريض تحت الإنعاش، طبعا هذه مجرد حصر وتقسيم. لا يخلو المريض الخاضع لأجهزة الإنعاش من صور ثلاث: الأولى عودة أجهزة المريض من التنفس وانتظام ضربات القلب وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية، وحينئذ يقرر الطبيب رفع الأجهزة لأن المريض شفي وعاد إلى الحياة. الصورة الثانية التوقف التام للقلب والتنفس وعدم القابلية لآلة الطبيب، يعني حتى أجهزة الإنعاش ما تقبلها الجسد، وحينئذ يقرر الطبيب موت المريض تماما بموت أجهزته من الدماغ والقلب ومفارقة الحياة لهما، فحينئذ يقرر رفع الأجهزة لحصول الوفاة الطبيعية. الحالة الثالثة فيها قيام علامات موت الدماغ من الإغماء وعدم الحركة، الأشياء التي ذكرها الأطباء، لكن مع ذلك لم يعني يتوقف القلب تماما ولم تتوقف الدورة الدموية ولا زال النفس يعمل لكن تحت الأجهزة. فهذه الحالة هي محل خلاف الفقهاء المعاصرين، وهي التي تحتاج إلى تكييف فقهي. وأغلب ما ذكره دكتور طارق أنا أظن في قضية تكييف هذه القضية فيما يتعلق برفع الأجهزة، وأنا أظن هذا هو المهم. وبعد النقطة السابقة التي هي عدم إخضاعه أساسا ما دام لا يقبل، تأتي بعد مباشرة في الأهمية أننا نحصل على فتوى ويؤيدها قانون أن مثل هذه الحالة يجوز فيها رفع الأجهزة. يعني إلى هنا حنكون مشينا مرحلتين تمام يعني في هذا الخط قبل ما تمشي لمسألة نقل الأعضاء. يترتب على هذه الحالة سؤالين: السؤال الأول ما حكم رفع أجهزة الإنعاش وهو على هذه الحالة؟ السؤال الثاني هل يجوز أن نأخذ أعضاء منه على هذه الحالة؟ الحقيقة في إجابة السؤال الأول القول المختار هو نعم يجوز رفع أجهزة الإنعاش في هذه الحالة التي قرر فيها ثلاثة من الأطباء المختصين العدول الثقات أن هذا المريض مات جذع دماغه موتا لا عودة فيه. يبني على ذلك الفقهاء الحكم الشرعي وهو جواز رفع أجهزة الإنعاش تكملة الفتوى وتركه ليموت الموت الطبيعي. إلى هنا دي مسألة مسلمة وراجحة وواضحة، وينبغي حقيقة تبني هذه الفتوى والعمل بها وأن يدعمها القانون. يستند هؤلاء إلى ثلاث أمور في هذه الفتوى: الأول في بقاء هذه الأجهزة وهو بهذه الحالة إطالة لأمد الاحتضار بلا فائدة ترجى وإرهاق الأهل والفريق الطبي من غير طائل، يعني من ضر المريض بنطيل أمد الاحتضار وهو محتضر، إذا اعتبرنا حي طبعا، وده هو رأي قوي جدا لا زال مع دفاع الدكتور طارق، لكن نحن بنقول هذا إنسان محتضر، فلو أبقينا عليه الأجهزة يعتبر أطلنا له فترة الاحتضار وأرهقنا أهله وأرهقنا الفريق الطبي من غير فائدة. الثانية زيادة الكلفة، في كلفة كبيرة جدا كما وضح الأطباء على الدولة وعلى أهله، وهذه لا شك أنها لابد من مراعاتها. الثالث حاجة من هو أولى منه، وهذه مسألة في غاية الأهمية، والأولوية هنا بتجي إما لأن الأولى، إما من جهة أن المريض الآخر الذي ينتظر في أمل كبير في إعادته للحياة وبالتالي فهو أولى، وإما كما ذكر أخونا الدكتور في تفاوت في العمر كبير، إنسان عمره 90 سنة وهذا طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا مما يدعم رفع أجهزة الإنعاش. هنا
أنا حقيقة عندي إشكال في بعض المواد في القانون السوداني الجنائي سنة 91، فيها فقرات تحتاج إلى وقفات، خاصة الفقرة 129 و 130 131. فالفقرة 129 تعرف القتل بأنه تسبيب موت إنسان حي من عمد أو شبه عمد أو خطأ، فتسبيب الموت يجعلته قتل، وهذا القتل قد يكون عمد وقد يكون شبه عمد وقد يكون خطأ. فإذا قررنا هذا مع المادة 130 يعد القتل قتلا عمدا إذا قصده الجاني. شفت كلمة الجاني زعلان منها دكتور طارق، هو مع حق حقيقة في المسألة دي، أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله. أقول فالطبيب قطعا لا يقصد القتل، هذه مسلمة يعني، إلا حالات نادرة لا تذكر، ولكنه قصد الفعل الذي هو رفع الأجهزة، قصده لو ما قصده ما رفع، قصد الفعل الذي هو رفع الأجهزة الذي أدى إلى القتل إذا اعتبرناه قتل، لكن هو الطبيب ما اعتبره قتل. ولا يمكن أن يكون شبه عمد لأن شبه العمد لم يكن الموت فيه نتيجة راجحة للفعل كما في المادة 130، ويمكن أن يكون خطأ لأن المادة 132 نصت على أنه أيضا القتل إذا كان عن طريق تصرف غير مشروع يعتبر قتلا، وربما تعتبر فعل الطبيب غير مشروع. أقول ميت الدماغ طبيا هو ميت عند الطبيب، فهل يشمله نص القانون السوداني الجنائي بلفظه أو بلفظة تسبيب موت إنسان حي؟ الذي يظهر أنه لا ينبغي أن يشمله لأن الطبيب لا يعتبر أن هذا إنسان حي. ثم رفع الطبيب الأجهزة مبني على ما تقرر عنده من أن الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لا يشمله، ألا يكون هذا شبهة على الأقل تمنع القصاص أو تدفع العقوبة أو تخففها؟ ثم هو أخذ بفتوى بعض أهل العلم الذين أجازوا رفع أجهزة الإنعاش، ولا شك أن هذا مأخذ قوي يدفع عنه العقوبة. ثم نفس القانون المادة 11 تقول لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به
أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة، أو كان يعتقد بحسن نية أنه ملزم به أو مخول له القيام به. ويقترح هنا أن تسن الهيئات الطبية قوانين، وأكيد إن شاء الله عندها قوانين من هذا النوع، تحمي الطبيب بناء على نص القانون القائل أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة. فلو وجد نص من السلطة الصحية المختصة سيعتمد عليه الطبيب، فسيدفع عنه هذه الفقرة التي ربما تجعله قاتلا، وهي بلا شك ليست موافقة للصواب. الحقيقة تبقى قضية أن الموت الدماغي هو موت عند الأطباء، وعند الفقهاء يجوز رفع الأجهزة منه بناء على تقرير هؤلاء الأطباء الثقات. أما قضية رفع وأما قضية أخذ الأعضاء منه وهو في هذه الحالة، فهذه تبقى مثار خلاف، ولا أرى أن هناك أحد عنده حق أن يلغي القول الآخر. وفي المسألة قرارين صادرين من المجامع الفقهية. القرار الأول قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 5، هذا سنة 1987، وهذا فيه فقرة اعتمد عليها الذين يرون نقل الأعضاء، لأن القرار ينص على أنه يعتبر شرعا أن الشخص قد مات، وتترتب جميع أحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين، وذكر توقف القلب والتنفس وتعطل جميع الوظائف. وهذا القرار هو الذي يعمل فيه بعض الأطباء بأخذ الأعضاء. القرار الآخر قرار رقم 49، تقرير حصول الوفاة ورفع أجهزة الإنعاش، وهذا القرار عكس هذا، يتفق معه في جواز رفع الأجهزة ويختلف معه في ترتب أحكام الوفاة. فعندهم يجوز أن ترفع الأجهزة ليموت الموت الطبيعي، ولكن وهو تحت الأجهزة قبل أن ترفعه لا ترتب أحكام الوفاة، فلا تبدأ زوجته في العدة والإحداد، ولا تخضع أمواله للتقسيم في الميراث، ولا كذلك يؤخذ شيء من أعضائه إلا ما كان يؤخذ من الأحياء بضوابطه. وهذا القرار لا زال المجمع الفقهي الدولي عليه، وهو أحد القرارين كما أشرنا لكم، وبالتالي المسألة فيها هذان القولان معتبران. هذه الورقة أنا سأقتصر منها على هذا المقدار، لكني سأستغل فرصتي إذا سمحت لي الإدارة فقط بمتممات أن من بعض ما ذكره إخواننا الأطباء عبارة أن هذه الأجهزة تساعد على بقائه حيا فيحيا من خلال الأجهزة والأدوية، هذا صدر على لسان الأطباء هنا في هذه القاعة، مما يدل على أن الأطباء نفسهم عندهم نوع اعتراف بأن هذه الحالة هي حالة بين الوفاة والموت، لكن المؤكد فيها عندهم أنه لا يعود إلى الحياة، بس إذا رفع الأجهزة انتهى، ولو أبقين الأجهزة هو آيل إلى نهاية لن يعود إلى الحياة، وهذه لن ينازعهم فيها أحد. لكن هل هو بهذه الحالة واعتبارك للفظ أو لكلمة تساعده لإثبات بقائه حيا ويحيا من خلال الأجهزة؟ كذلك يستدل على موت جذع الدماغ بفحوصات وتحاليل وأجهزة، ولا شك أن هذا عمل بشري، وهذا العمل البشري يعني معرض للخطأ مهما نبغ الناس وبلغوا من القدرة والذكاء والفطنة. فما دام سنقرر الموت الدماغي بناء على تحاليل وفحوصات وكمان في أجهزة متطورة وما موجودة في كل العالم، إحنا ربما تكون في بعض البلاد غير موجودة فيها، فإذا في نسبة من الخطأ المتوقع في تشخيص الوفاة الدماغية، وبالحالة دي ما بننازعك في إنه الوفاة الدماغية وفاة ولا لا، لكن بننازعك في إنه قد يكون في نسبة من الخطأ في تشخيص الموت الدماغي، وبالتالي نحن نحتاط لأرواح الناس ونجيز لك أن ترفع أجهزتك ليموت الموت الطبيعي. كون الأطباء يجاوبوا على بعض الأسئلة أو بعض الردود، يقول لك طيب نحن نبقي عليه الأجهزة
إذا قالوا لنا ليش طيب حاطين الأجهزة؟ نقول لكي نحافظ على الأعضاء سليمة. هذا الجواب ما يكفينا. يعني غايتنا فيه لكي تحافظ على الأعضاء سليمة بما بقي فيه من حياة بالأجهزة، لكن ما دل على أن هذا دليل على الوفاة. يبقى لا زال النزاع باقي، غاية ما فيه أنك تحتاج إلى هذه الأجهزة. كذلك ما حصل في شخص مات دماغيا رجع إلى الحياة. احنا نقول العلم ده متطور، وإلى عهد قريب في حالات أقل من كده بكثير الأطباء كانوا يجزموا بأنها لا يعود صاحبها إلى الحياة. أصبحوا اليوم يجزموا بأنه يعود كميت القلب، لكن ميت جذع الدماغ لا يعود. طيب إلى الآن ده علم بشري، وما يدرينا أنه يأتي يوم يدرك حتى جذع الدماغ. لكن في النهاية سنقول ابني على يقينك العلمي الطبي هذا، وارفع الأجهزة وأنت غير ملام ولا إثم عليك، ودع الشخص يموت الموت الطبيعي الذي لا ينازل فيه أحد. في حقيقة أشياء نحن ما عايزين ندخل فيها لأنها خارج الإطار، لكن نقول هذه هي الخلاصة، أن الموت الدماغي الأطباء إذا اتفقوا على أن هذا الشخص مات موتا دماغيا لا رجعة فيه، مع اعتبار الضوابط والشروط أن يكون ثقات ويكون ما عندهم صلة بنقل الأعضاء، الكلام المعروف هذا، نحن بنبني على هذا رفع الأجهزة. وقبلها كذلك لا نضع الأجهزة على شخص الناس أو الأطباء يعتبروا أنه لا فائدة من وضع الأجهزة عليه، أما نقل أعضائه وهو بهذه الحالة فأرى أن لا يستعجل الأطباء في ذلك، وإن العصمة عصمة هذا الإنسان يقينية، والعلم البشري معرض لنسبة من الخطأ، والأطباء ربنا بيديهم أجر إن شاء الله فيما قدروا عليه. وأخونا الدكتور شوية بالغ قال هم أكثر الناس أجرا، طبعا الأنبياء أكثر منهم بكثير، وكثير من الصلحاء والعلماء قد يفوقوهم، وبعض الناس قد يدفعوا أموال تشغل مستشفيات، يعني المستشفى بأطباء وأجهزته دافعة واحد مال يمكن يفوقك في هذا. فنرجو أن نسمى يعني يقول نسأل الله أن يتقبل من الجميع. وكذلك في عنصر آخر هو الإخلاص، برضو مهم جدا في المسألة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم.